جاء رجل إلى حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، يا حبيب الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. أيها الإخوة المؤمنون، إلى ساحة القرآن الكريم مرة ثانية، نعطر المكان ونعطر الأذان بآيات الملك الرحيم الرحمن بتلاوة قرآنية مباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي الكبير قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي على ما أعلام مركز مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وسفيرها دائم في جميع أنحاء الجمهورية القارئ والمقيم بحرية رزنة قبيلة القارئ العلم الشيخ ممدوح جودة سعد. اسأل ربي جل وعلا لفضيلته التجلي والتوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. طلع دي بقى Thank you.
Oh,
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الله. نصحنا يا عمنا. من الشيطان نزغ وربت إن الذي أحيا
وحد الله يا سيدنا الله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من آيات الله البينات تلها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الشهير قارئ إذاعات نصر العالمين العربي والإسلامي وأحد أعلام دولة التلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ ممدوح جودة سعد علم أعلام مركز مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وسفيرها الدائم في جميع أنحاء الجمهورية الذي أتى مؤديا ومشاركا واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد المهندس علام خليل الذي انتقل إلى زوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسروال. باسم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بأثنى آيات الشكر والتقدير إلى كل القيادات الأمنية
إلى كل القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وإلى السادة العمد ومشايخ البلاد والقرى المجاورة الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والسادة المعزون الكرام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.